انا وماما عارفين كده كويس قوي، احنا بس خايفين عليك. خافوا عليك؟ خلاص بقى، اللي خاف منه حصل خلاص، مفيش حاجه ممكن تحصل تاني. يا حبيبي النقل ده فرصه كويسه قوي عشان تقعد معايا هنا، انا خلاص هتجوز مش هتشوف وشي تاني خالص. لا يا اختي ما تلككيش بيا، اتجوزي انت ومالكيش دعوه. مع اني بصراحه بقى خطيبك ده معلش يعني هو كلح حبتين. هو من ناحيه كلح فهو كلح، بس اللي لقيته يعني. صدقني انا قعدت ادور كتير قوي عشان خاطر الاقي واحد حلو كده وقمر وبشنب الخرابي. يا بنتي اتعلمتي البكش ده فين؟ والله ما بكش يا سليم، لو سمحت ما تزعلش من ماما، انت عارف ان هي من زمان بتحب النظام وميري اكتر من الميري نفسه. معلش عايزه يومي برضو. خلي بالك من نفسك وانت كمان يا حياتي. يا قصير انت. لا 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 الله محمد رسول الله. سليم بيه، سليم بيه، والله هتقطع مين يا سليم بيه؟ أنا شهدت في التحقيق اللي حصل، بس هذا الله ودي حكمته. بقول لك يا عويس، عايز منك خدمة. أمر يا باشا. فاكر العيالين اللي احنا شفتهم في الكمين؟ أيوة يا فندم. لو شفتهم هنا تاني أعرف لك كانوا فين وبيعملوا إيه وبلغني. حاضر يا باشا، عينيا. امسك. الشنطة دي فيها بلوفرين على كام كوفية، الجو برد. لو سقعت ولا حد من عساك الساعات خليه يلبسه. تشكر يا ابن الرسول يا غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي جاب الدواء ده عندك في الأوضة؟ إيه ده؟ أنت بتفتشي في أوضتي ولا إيه؟ لا أنا ما كنتش بفتش في أوضتك، أنا كنت بوضب الأوضة ولقيته في الدرج. ماما انا قريت نشرة الدواء ده، انا عرفت ان هو دواء للقلب. انت عيانة؟ لا يا بابا مش عيانة ولا حاجة، انا تعبت شوية، رحت للدكتور كتب لي الدواء ده وباخده. وانت ازاي تخبي علينا حاجة زي دي؟ والله لما يجي سليم هقول له بقى هو يتصرف معاكي. كرابت انت بتهدديني باخوكي ولا ايه؟ اخوكي ده ظابط على نفسه. انا ما بهزرش على فكرة. بس انا بقى بهزر. اوعي يا حبيبتي تجيبي له سيرة لما يجي عشان خاطري. لا يا ماما انا لازم اقول. ايه يا بنتي حبيبتي ما يبقاش مخك ناشف. احنا ما صدقنا ربنا هداه وارتاح في شغله. بس ما ينفعش اخبي عليه حاجه زي دي. هيعمل لي ايه يعني؟ هو انا عيله صغيره عشان يعاقبني؟ عشان خاطري. عشان خاطر ماما. اوعي تجيبي سر للواد ده لما يجي. هزعل منك بجد. خلاص حاضر اتفقنا. بس توعديني انك ما تخبيش عليا اي حاجه تخص صحتك. إلا والله هقول لسليم على كل حاجة. يا جدع ما تبقاش مجنون. أنت مين باشا قال لك تنسى الموضوع ده نهائي؟ يقول زي ما هو عاوز، لا هو اللي اتضرب ولا هو اللي ليه حق. ما هو جاب لك حقك يا سمير. لا وأنت الصادق جاب حقه هو، يحمي بضاعته وراحة جاية على الطريق، إنما حق أنا هعرف أجيبه. يا ابني قال ده ظابط. والله لو كان وزير الداخلية ليا حقه هجيبه من حباب عينيه. صباح الخير يا سليم باشا. صباح الخير يا باشا. سلم. ايوه يا ابو سمر، الزبون نزل من بيته. أنا كنت عارفة إن مقابلتك للي اسمه سليم ده مش هتعدي على خير، هو أنت مش هتبطلي الهبل اللي أنت فيه ده؟ ده مش هبل يا ماما. وبعدين أنا قلت لك إن أنا قابلته بالصدفة، ما لحقتش حتى أقف معاه، فيا ريت ما تكبريش الموضوع بقى. تعالي هنا كلميني، ما تسيبينيش كده وتمشي، الموضوع كبير لوحده يا حبيبتي، تقدري تقولي لي عملتي إيه مع ياسر؟ ما عملتش حاجة، رفضت بالذوق. رفضتي بالذوق؟ يا بنتي ده مديرك في الشغل ومستقبله كويس قوي، وبعدين شريكي. وهيسيبك تعملي كل اللي انت عايزاه. وانا مش هروح اتجوز ياسر لمجرد ان هو عايز يتجوزني وموافق ان انا اشتغل. الله العظيم انت مجنونه يا بنتي. يا بنتي العمر بيجري وانت ما بقيتيش صغيره. كل شيء نصيبي يا ماما، انا هتاخر على شغلي. عيني عليك يا بنتي، ربنا يهديك.
انت ليه بس واخد موضوع النقل ده على انه جهاز سليم بيه؟ مش جهاز القيادات بتوعك شافوك انك وحش فقالوا ينقلوك في حته تليق بيك؟ ربنا يخليك يا طارق بيه. انت اكيد عارف سمعه دايره الاسم عندنا، حتى كلها لبش ومليانه مشاكل. عارف بالذات دلوقتي العيال المسجلين كلهم دلوقتي جابوا قرارك وعرفوا انك جيت. مش للدرجه دي يعني وما لحقوا. بص اي ضابط بيجي جديد هنا بيفضل وراه ويجيبوا قراره، وانت ما شاء الله سمعتك سباك زمانهم عاملين لك ألف حساب من قبل ما يشوفوك حد. سعادتك ما انت عارف بس صيت ولا الغنى. لا اسمع مني بس، هما مش هيعدوا المساله كده، هيحاولوا ينكشوك ويجربوك ويشوفوا مريضتك ايه، بس هي ديتها بس لما تعمل نمره تعلم عليهم بعد كده كل حاجه تمشي تمام. ربنا يسهلها. وعلى فكره هنا لا في بهوات ولا بشوات نخاف منهم، يعني اللي اتعامل معاك في الصف عمره ما هيحصل هنا. ربنا يسترها. تعالى يا زناتي. صباح الفل يا باشا مصر. صباح الخير. زناتي بقى اقدم امين شرطه عندنا هنا في القسم، تقدر تقول عليه اقدم واحد في القسم كله، يمكن يكون اقدم من الباشا المامور نفسه. واد جدع ورجوله، بنعتمد عليه كتير في شغلنا. ربنا يعز سعادتك يا طارق باشا. سليم بيه معاون المباحث الجديد، عايزك تفضل معاه النهارده تمامك اوامره بالحرف. ها نورت اسم العمرانيه يا باشا. تعيش يا زناتي. على فكره زناتي كمان من سكان المنطقه، يعني تلاقيه عارف كل الناس وكل الناس عارفاه، فبيسهل لنا شغلنا كويس. بس اكيد الموضوع ده عامل لك مشاكل يا زناتي مش كده؟ اعوذ بالله يا باشا، مشاكل ليه بس؟ يعني تلاقي كلهم حبايبك بقى وقرايبك اللي عايز خدمه من هنا ومن هنا، وانت طبعا بتحب تراضي كل الناس. لا لا مؤاخذه يا باشا ما فيهاش مرضيه، انا اللي يمشي عدل اشيله على راسي، انما اللي يغلط لا عندي لا حقوق ولا جيره ولا اي حاجه. طب يلا زناتي مع سليم بيوري له مكتبه الجديد، والنهارده انت تمامك معاه، انت النهارده راحه من الشغل. اوامر وتتنفذ. اوامر يا باشا. يلا. اتفضل يا سليم باشا. على اذنك يا باشا. اتفضل يا باشا. ربنا يستر. نورت القسم يا باشا مصر. وسيد سعادتك واصل من قبل ما تيجي. ربنا يخليك يا زناتي. اتفضل يا باشا. اتفضل سعادتك يا باشا. نورت يا باشا. أنا مش عايز سعادتك تشيل أم أي حاجة طول ما أنا موجود يا باشا. يعني هتعرف دبة النملة في الدايرة من قبل ما تحصل. كأن سعادتك موجود في الشارع ليل نهار. لو أنا مش قاعد على المكتب عطلة يا زناتي. أنا بحب أشوف شغلي بنفسي وأنت هنا عشان تساعدني زي ما أنت قلت. العفو يا باشا مصر. أوامر. بس لما قصدي يا باشا الشغل هنا غير. ومنطقتي كلها لبش وغلش وأنا أضرب بيها. وأنا ظابط مباحث مش مدرب بالي يا زناتي. وأكيد أنت سمعت عني زي ما بتقول، مش كده ولا إيه؟ طبعًا يا باشا. ماشي يا زناتي، هات لي بقى القواضي المتعلقة والمحاضر اللي ما اتعملش فيها حاجة عشان نبص عليها. أوامر يا باشا مصر. بكرة الصبح إن شاء الله تكون قدام دلوقتي يا زناتي. أوامر يا باشا. تمرني بحاجة تانية يا سعادتك؟ أوامر يا باشا مصر. لو قلنا يا زناتي صحيح. تحت أمر سعادتك يا باشا. هو أنت اسمك زناتي إيه؟ اسمك الثلاثي يعني. اسمه الثلاثي؟ لا مؤاخذة يا باشا تطلع لي باسبور ولا إيه؟ آه عشان لو حبيت تسافر قريب. ممكن برضه سعادتك. زناتي السيد زينهم يا باشا. زناتي السيد زينهم ها؟ زينهم يا باشا. تمام، اتفضل. أي أمر يا باشا مصر؟ اقفل الباب وراك. أوامر يا باشا مصر. ألو.